اليوم كان عندنا زيارة للورش ديال التحضير للملتقى العالمي للفلاحة بمكناس، وفي الدورة ديالو 15 هذا أكبر معرض على الصعيد الإفريقي، واللي غادي إن شاء الله يحضروا له أكثر من 1400 عارض من 65 دولة. فهي مناسبة للاطلاع على المستجدات في الميدان ديال البحث والابتكار في القطاع الفلاحي، وكذلك الميادين المتصلة بالقطاع الفلاحي، عدة ورشات وندوات اللي غادي تتطرق لمواضيع جد مهمة، مواضيع عانية ديال السيادة الغذائية وديال التأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك هذا الشيء ديال الأسعار المواد الفلاحية والغذائية على الصعيد العالمي. غيكون يعني خبراء و يعني ناس ديال العلم لأجل يعني باش ينشطوا هاد يعني الندوات. وعندنا كذلك اجتماع الوزاري ديال وزراء الفلاحة الأفارقة حول المبادرة ديال تريبلا اللي كتسمى تريبلا، اللي هو تأقلم الفلاحة الإفريقية، واللي كانت تلقاتها بلادنا تحت التعليمات السامية لجلالة الملك حفظه الله في 2016 في لاكوب 22 في مراكش. وهذا يعني اللقاء هو جد مهم لتنسيق عبر أفريقيا والدول الأفريقية فيما يخص يعني تعبئة الأموال والإمكانيات لأجل البحث، دعم البحث و يعني والابتكار فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية على الصعيد الإفريقي، وكذلك تنظيم سلاسل الإنتاج على صعيد يعني الجهوي والصعيد الإقليمي، وكذلك الانفتاح على العالم وخصوصا أوروبا و يعني واسيا وامريكا اللاتينيه. دونك تمكن سيد الوزير الفلاحه والصيد البحري ايضا هذا مع السيد رئيس المجلس الاداري ديال الملتقى الدولي للفلاحه الاطلاع على اخر الاشغال واخر اللمسات قبل الافتتاح ديال المعرض الدولي اللي غيكون نهار جوج ديال شهر ماي الجاي. دونك اقبال جد مهم لا على الصعيد العرض لا على الصعيد ديال الندوات. كنشكر جميع الفرقاء والشركاء اللي مكنونا باش نوصلوا لهذا المستوى جد مهم، واللي جعل من الملتقى الفلاحي يولي من اكبر ملتقيات فلاحيه على الصعيد الدولي، وهذا كيبرهن على ما هي اراده صاحب الجلالة والحكومة باش تكون الفلاحة في بلادنا يعني في الصادرة وفي الأولويات ديال السياسة ديال الحكومة. وشكرا. مدينة مكناس ديما على استعداد الحمد لله، ففعلا كانت اليوم زيارة رسمية اللي ترأسها السيد وزير الفلاحة والسيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة السيد والي الجهة والسيد العامل ومجموعة من الفاعلين. والحمد لله كيف شفتوا يعني الاشغال غاده واخذ المسار ديالها، ان شاء الله غادي يكون هذا المعرض هذا اللي هو في الحقيقه واحد المبادره ملكيه الحمد لله. من 2019 ما تنظمش، كيتنظم هذا فالخير ان شاء الله، وكيف شفتوا الاشغال غاده واخذ المسار ديالها، وان شاء الله غادي يكون هذا الشيء هذا في الموعد. بالنسبه لمدينه مكناس فكذلك يعني اللي كيدير واحد الجوله على مدينه مكناس، كاين واحد الاشغال، كاين واحد الديناميه ليل نهار من اجل صباغه الارصفه، المساحات الخضراء، الاناره الى غير ذلك. كذلك من اجل ايجاد هذوك المواقف ديال السيارات، لانه باش ممكن اننا يعني نقوموا بتقنين السير والجولان، كاين مجموعه ديال مواقف السيارات اللي ما كانوش كيكونوا، اللي درناهم هذه السنه هذه ان شاء الله، وغادي يكون النقل بالحافلات يعني دينافيت اللي غادي يوصلوا يعني الزائرين للمعرض. فمره اخرى بغيتنا نشكر الجميع، والحمد لله يعني كيف شفتوا يعني حتى الزياره ديال السيد الوزير اللي كان جد يعني مرتاح بالعمل اللي كتقوم به الكوميساريه والسيد المندوب ديال المعرض، وكذلك العمل اللي كتقوم به السلطه على راس السيد عامل صاحب الجلاله، واللي كتشتغل
كنشتغل مع جميع الفاعلين بما فيها مجلس جامعه مكناس في اطار واحد اللجان موضوعاتيه اللي كل لجنه كتشتغل ليل نهار باش ان شاء الله غادي نكونوا في الموعد، لان هذا كيبقى واحد يعني واحد الحفل مبادره ملكيه، يعني واحد الحفل فريد اللي كيكون في مدينه مكناس، وان شاء الله غادي ننجحوه اجمعين باش تبقى مدينه مكناس يعني مدينه فلاحيه بامتياز وتبقى كتستقطب جميع الزوار. واللي كنتمناو كذلك هو انه ديما السؤال اللي كيتطرح هو ما بعد المعرض، نتمناو ان شاء الله ان غادي نقوموا بواحد العمل جبار اثناء المعرض باش الزائرين يجيو، وبغيناهم يرجعوا، ما بغيناهمش يرجعوا حتى الوقيته ديال المعرض، بغيناهم يكونوا هنا. وكذلك كي شفتوا كاين واحد البرنامج ديال اللقاءات الثنائيه مع مجموعه من المستثمرين ان شاء الله، اللي غادي نحاولوا حنا كمجلس جامعه مكناس باش اننا نواكبوا ونساهموا كذلك باش يكون استثمار في مدينه مكناس وفي المحيط ديال مدينه مكناس، لان كتبقى مدينه مكناس المحيط ديالها يعني واحد المنطقه فلاحيه وكذلك منطقه ديال الصناعات الغذائيه بكل امتياز. شكرا.